صباح الخير مشاهدينا، صباح الرياضة، صباح النشاط. زي ما تعودتوا علينا كل ثلاثة بنكون معكم. أنا كوتش لون الحصري، بكون معي كوتش علاء بدر، كوتش أحمد عرقات. صباح الخير. اليوم تمارينا راح تكون تمارين رشاقة. تمارين رشاقة هي بتساعد تحسين النفس وأكيد تحرق سعرات حرارية. هلا راح نستخدم الأقماع أول إشي. اللي ما عنده أقماع بقدر يستخدم زينا زايز مي وبقدر يبلش معنا التمرين. نبلش مع بعض نعمل وورم أب كتير منيح. اليوم كل التمارين راح تكون على الليجز، فلازم نعمل كتير منيح وورم أب للليجز. نعمل جوجينج، نبلش نسرع اكثر. نعلي اكثر رجلينا لفوق. نرفع اكثر، هينيز اكثر. جود. رح نبلش هلا بأول تمرين. رح نكون واقفين، نعمل جمب عند الأقماع. باك. جود. ما ننزل كثير بس رح يكون جمب على الخفيف. رح نعمل 10. نعمل كمان تنتين. آخر واحدة. جود. ناخذ نفس. رح نبلش بالتمرين الثاني. التمرين الثاني نفس الإشي جنب بس رح يكون على رجل واحدة. نبلش مع بعض. رح نعمل 8 يمين 8 شمال. جود. نعمل آخر واحدة. جود. بلش بالرجل الثانية. هاي التمارين بتساعد كمان على التوازن. بلش مع بعض. 1 2. نعمل آخر تنتين. جود. نريح رجلينا، ناخذ نفس. كمان مرة. هلا رح نحط الأقماع بهذا الشكل، رح نبعدهم عن بعض شوي. رح نبلش مع بعض. رح نعمل على الجنب. طبعا كل ما زادت المسافة بكون التمرين أحسن، تستفيدوا منه أكثر. ننزل نعمل تاتش. أهم إشي ننزل بطريقة صح، تكون ركبنا ما تطلع عن التوز. نريح، ناخذ نفس. هلا نفس التمرين بس رح نعمل بمكاننا، رح نركض نعمل. جود. هاي كلها تمارين بتساعد كمان على زيادة السرعة، تحسن الرشاقة. آخر واحدة. جود. ناخذ نفس كمان مرة. جود. نقربهم شوي. هلا رح نعمل زقزاق. نبلش مع بعض. رح نطلع بهاي الطريقة. نرجع. نرجع لورا. جود.
نزل بطريقه الجنب. جود. اخر وحده ناخذ نفس. كمان مره. جود. هلا رح نكون واقفين على الجنب، رح نعمل سكوات بس رح ننزل سكوات مع جامب. رح نوقف مكاننا نعمل روتيشن ونرجع نعمل جامب. هاي كلها تمارين تساعد على تقوية الرجلين كتير منيح. آخر واحدة. جود. نريح ناخذ نفس. نريح رجلينا. هلا رح نعمل تمرين للتوازن. رح نوقف على رجل واحدة نعمل جمب للجهة الثانية. جود. جود. نعمل كمان واحدة. نريح. نريح رجلينا. رح نرجع هلا نعيد تمرين السكوات. نبلش مع بعض. رح نعمل 8. 1. جود. اخر تنتين. جود. نريح كمان مره رجلينا. ناخذ نفس. نرجع نعيد تمرين التوازن. نوقف على رجل واحده نعمل جمب. جود. اخر وحده. جود. نريح كمان مره. ناخذ نفس. هلا رح نبلش نستخدم البوكس. رح نبلش مع بعض. رح نطلع فوق نعمل جمب. ننزل 2 3. جود. 5. كمان تنتين على اليمين. جود. نبلش بشمال. نعمل جمب. نرفع ركبتنا لفوق. كمان تنتين. جود. ناخذ نفس. نريح. هلا رح نوقف على البوكس. رح نحط رجل فوق. نعمل جمب سايد تو سايد. هاي كلها تمارين تقوي الرجلين، تحسن الرشاقة والسرعة، وأكيد تحسين النفس.
نعمل كمان واحدة. جود. نريح. ناخذ نفس. رح نرجع نعيد أول تمرين. نطلع مع بعض على اليمين. 1 جود 2 3 نعمل جامب ونيز لفوق. جود 4 5 نعمل كمان تنتين على اليمين. جود نريح. نعكس الرجل الثانية. نبلش مع بعض. 1 2 جود. آخر واحدة. نريح رجلينا. ناخذ نفس. كمان مرة. آخر مرة. نرجع نعيد كمان مرة التمرين. نعمل جمب سايد تو سايد. 1 آخر واحدة. نريح رجلينا. ناخذ نفس كمان مرة. هلا آخر تمرينين رح يكونوا، رح نوقف على الجنب، ننزل، نطلع فوق، ننزل، سكوات، نطلع على السايد. 2 3 4 5 جود. نعمل كمان تنتين. نعكس الجهة الثانية. نطلع مع بعض. 2 3 4 5 جود. آخر واحدة. نريح رجلينا. نبلش التمرين اللي بعده. رح نطلع نعمل كيك لورا. نرجع. 2 3 اكيد اللي عم بيلعبوا معنا الهارت ريت بيطلع عندهم. نعمل كمان تنتين. جود. نعكس. 1 2 3 آخر واحدة. رح نرجع نعيد تمرين السكوات. رح نطلع مع بعض على السايد. ننزل. نعكس الرجل الثانية. نطلع مع بعض فوق. سايد. آخر واحدة. نعيد التمرين الثاني. نطلع فوق. كيك باك. 2 جود. آخر واحدة. نعكس الرجل الثاني. بلش مع بعض. 1 2 3
جد. آخر واحدة. جد. ناخذ نفس. كمان مرة. أكيد لازم بعد هذا الورك أوت نعمل ستريتشنج كثير منيح للليجز. نسكر رجلينا ننزل. نفتح الليجز. ننزل قد ما بنقدر. على اليمين. نطلع فوق. نسحب رجلنا. ثانية. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا، ان شاء الله كل اللي شافونا يكونوا استمتعوا واستفادوا من التمارين. شكرا. شكرا كوتش.